تبقى مع مجموعة حملت شعار وطن شرف أخلاص ليكونوا أبطالنا وبواسلنا بوصلة أنشطتهم ومبادراتهم، فقد كانوا رواية بكل ميدان غايتهم بأنه يكونوا دعم وسند لأبطالنا. اليوم بعد العديد من المناطق الساخنة والجبهات اللي تواجدوا فيها مع جنودنا بالجيش العربي السوري، رح نتعرف أكثر على هي التجربة وبشكل مباشر مع مديرة الفريق سوسن جرير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم صباح المشاهدين، وبنرفع أسماء آيات الحب والتقدير لجيشنا الباسل والقوات الرديفة اللي عم يسطروا ملاحم النصر والشفاء العاجل لجرحانا والرحمة لشهدائنا الأبرار. أكيد، يسعد صباحك عن جديد. بالبداية خلينا نتعرف من حضرتك على مجموعة وطن شرف إخلاص. مجموعة وطن شرف إخلاص هي مجموعة تطوعية، شباب محب للوطن وسيد الوطن حابب يعمل شيء بهي الأزمة ويكون رديف للجيش. تشكلت المجموعة بعد خطاب الثاني لسيد الوطن تحت قبة البرلمان ترجم شبابنا الواعي المثقف هذا الخطاب بأفعال، فكانت مجموعة وطن شرف إخلاص. نعم، يعني مثل ما حكينا بالبداية أنه كان لكم زيارات لعديد من الجبهات والمناطق الساخنة، فخبرينا يمكن شو هي أبرز هي التجارب وكيف كان تعاطيكم، خاصة أنه بيكون مجموعة من المدنيين بمناطق ساخنة. نحن حبينا أن نكون مع أبنائنا المقاتلين، هالجيش الصامد اللي علم الشجر معنى الثبات، اللي رسم ملاحم النصر، اللي كان هو العزة والكرامة، فحبينا نكون معه بالجبهات نقدم لهم. طبعا هن المعنون بعازتنا، بس هو دعم معنوي أنه أمهات وراك مقدمين لك وجبات أكل، اشتهوك بهالقصة وجايين على الخطوط الأولى ليقولوا لك شكرا، لولاك نحن ما كنا بخير. أكيد، يعني عنوان الجمعية بحد ذاته هو مأخوذ من شعار الجيش العربي السوري وطن شرف إخلاص، قد يمكن هذا الشعار عم بيحملكم مسؤولية بهذا الوقت؟ طبعا نحن فخورين بجيشنا اللي حاربته كل دول العالم، وبإذن الله طبعا وبالعقيدة اللي هو ربيان فيها، ما حسنوا عليه ولا بيحسنوا عليه أكيد إن شاء الله. نحن كتير فخورين، ونحن أخذنا هذا الاسم من الجيش يعني لأنه هو فخر لنا. أكيد، مثل ما عم نشوف صور من هي الزيارات يلي كمان ما فينا ننكر قد كان لها دور الأم بفعالياتكم ونشاطاتكم، كان لها تواجد بشكل كبير. خبرينا كيف كان تعاطيكم وشو قدرتوا تقدموا؟ يعني رفع معنويات، في مقاتلين صلهم فترة ما شافوا أهليهم، فنحن كمجتمع مدني وقت نحن بنطلع على الخطوط الأولى فبيحسونا أخواتهم أمهاتهم، يعني أنه نحن منحب نقدم لهم أنه نحن كحدا مدني جايين لك نحن خلفك ومعك. بالنسبة للدعم المعنوي للمقاتل، حقيقة نحن بنطلع مستمد منه القوة، كمان بتحسيه ثابت، بتحسيه ابتسامته ما بتفارقه، يعني نحن فعليا نحن بنقول طالعين نقدم شيء معنوي، وانما بالفعل نحن بنطلع لنستمد القوه منه. اكيد، خلينا نحكي قديش عدد الاعضاء الجمعيه، وين متوزعين، بانه محافظات ولا بس بدمشق؟ لا، نحن انشطتنا على جميع المحافظات، بس تواجدهم بدمشق 150 شب وصبيه، ونحن قلنا الفخر انه من ضمنهم امهات شهداء. الأم السورية أثبتت بهذه الأسماء أنه هي أم عظيمة، أمهات الشهداء اللواتي أجبرنا العالم على الانحناء لهن بصبرهن على الشدائد، الأم السورية اللي أعطت شهيد كمان صارت بمجموعتنا مثال، بتحس كل مقاتل هو ابنها، يعني ما اكتفت بأنه أعطت ابنها، عم تقدم شيء. وأنا بوجه لهم عبر قناتكم الشكر والإجلال أنه هنن فعلا معطائين بكل معنى الكلمة، فنحن فخورين أنه في بعض المتطوعين عنا بالمجموعة هنن أمهات شهداء، يعني إنا الفخر فيهم. يعني خلال سنوات الحرب لاحظنا وجود عدد كبير من الجمعيات، سواء المبادرات الفردية تطورت وصارت مجموعات أكثر وكان لها بصمة كتير مميزة. اليوم ثقافة التطوع اللي صارت مزروعة يمكن بنفس كل سوري وكل شب وصبية، ونادرا سلمى ما شفنا شب وصبية بهذا الوقت خصوصا ما كان مشترك بجمعية، ما بينتموا لمجموعة معينة وكان لهم بصمة. اليوم شو الشيء اللي بيميز مجموعتكم يمكن عن باقي هي المجموعات؟ شو بتحسي انه ممكن قد ايه ممكن هي تتعاون حتى معهم لحتى يقدموا إنجاز أكبر وأهم؟ يعني نحن بنعرف أنه كلما ازدهر المجتمع كلما زاد
شبابه انخراطا في العمل التطوعي. وأنا بوجه الشكر والمحبة لكل المجموعات الوطنية، نحن ما بنمتاز عنهم بشيء أبدا، يعني نحن وهن نتنافس في محبة الوطن، منافسة شريفة، بالعكس نحن في بعض الفعاليات بنتعاون نحن وياهم، وهذا عطى صورة كتير حلوة للشارع السوري. شبابه واعي مثقف، والثقافة لا تعني حملة شهادة وإنما ثقافة فعل. أثبت شبابنا بالعمل التطوعي كأعمال تطوعية بالنسبة لتوزيع الخبز، بالنسبة لإدهام بعض المناطق بلون العلم، فبتلاقي حتى المجموعات متعاونة مع بعضها. يعني وقت نحن منكون بفعالية ما منقول هذا الشاب لأنه مجموعة تابع أبدا، ينخرط الشباب التطوعي لأنه دائما بيجمعهم محبة وحابين هن فعليا يكونوا مثل ما حكيتي حضرتك. الشارع السوري أثبت مدى اهتمامه بالعمل التطوعي لأنه هيك ربيان، يعني هيك نحن مجتمعنا ربينا على عمل الخير وعمل التطوع. فأنا بوجه الشكر، بالعكس نحن إن الفخر إنه بهي الأزمة طلعت مجموعات وطنية نحن ما بنمتاز عنا إلا نحن وياهن على نفس المسير. طيب خلينا نحكي شوي، يمكن خلينا نقول الهدف الأول بجمعيتكم هو التواجد مع أبطال الجيش العربي السوري بالأماكن الساخنة، هل في على جدولكم أهداف تانية؟ ممكن تعملوا مشاريع مثلا لأمهات الشهداء، ممكن تعملوا شيء تاني، ولا بس حاليا هو الهدف الأساسي التواجد بالأماكن الساخنة؟ التواجد مع المقاتلين هو واجب بكل بيت كأمهات سوريات أنه نحن نكون مع أبنائنا، أما هو الهدف هي زراعة البسمة بكل بيت على طفل سوري. نرجع نعيد ونعمر اللي ما يعني نكون من أول وجديد أمور جديدة، يعني أعمال خيرية مو فقط بس خدمية، خلينا نقول يعني إنه نحن عنا رعاية أسر شهداء، رعاية أطفال الشهداء، عملنا أنشطة كتيرة، شكلنا فريق كرة قدم للأطفال، شكلنا كورال من أبناء الشهداء. فيعني نحن يعني مو فقط إنه نحن تواجدنا على الخطوط الأولى هذا واجب، وإنما الأنشطة هي أنشطة ثقافية فنية، فعليا إنه نحن شعب معطاء وناجح بكل المجالات. يعني نحن أنشأنا من أطفال الشهداء والمقاتلين فريق كورال كتير حلو رائع بيغني أغاني وطنية جديدة، عنا أساتذة متطوعين مشكورين طبعا لحملة الشهادتين بيعطون دروس كمان قبل الفحص، عنا جانب طبي، في عنا دكاترة بيقدموا خدمات طبية، فنحن مجموعتنا هي عبارة عن خدمات تقدم للمواطن سواء كان أسرة شهيد أو أسرة مقاتل. يعني نعم مدام سوسن، مثل ما تفضلتي وحكيتي كان في وقوف كبير إلى جانب يمكن شريحة من المجتمع اللي هي أبطال الجيش العربي السوري، أمهات الشهداء، ذوي وأطفال الشهداء كمان يلي هن يمكن أكثر شريحة قدمت بهذا المجتمع وبهذا الوقت يلي نحن بأمس الحاجة للتضحية فيه. فقديه بتحسوا كناحية نفسية ورضا ذاتي أنه فعلا أنتوا قدرتوا تقوموا بواجبكم، قديه عطاكم دفع معنوي مسؤولية أكبر؟ أكيد نحن فخورين أنه نحن ما وقفنا عاجزين بهاي الأزمة أو حدا أخذ جانب، نحن مع أبنائنا المقاتلين. أنا كتير بنبسط وقت بيطلعوا شبابنا ليودوا وجبات الأكل وبيوصلوا لمرحلة الخطورة، نحن منحس فيهم أنه هن قديش قادرين أنه يعيشوا الأزمة. بالعكس هذا أعطانا معنويات عالية، حسسنا قديش معنى الصمود والكبرياء والعنفوان. يعني ونحن مثل ما حكينا ببداية الموضوع أنه وطن شرف إخلاص هو اسم للجيش، فنحن لازم نكون جديرين بهذا الاسم، فعطائنا بيكون في عليه شوية مسؤولية أنه أنا ما لازم أتقاعس بهذا الموضوع لحتى أكون جديرة باسم مجموعة وطن شرف إخلاص. نعم. أكيد. حالياً شو النشاطات اللي عم تحضروا لها؟ هلأ حالياً في عنا شيء مبادرة بدنا نكون مع أسرة كل مقاتل طبعاً،
في شيء جديد. قلت لك نحن المجموعات الوطنية نتنافس منافسة شريفة بمحبة الوطن، فنحن ما بنحب نعلن عنها إلا لتكون، بس هي دائما بخدمة المقاتل وأسرة المقاتل. نعم، كمان كرسالة بتحبي توجهيها حضرتك من خلال تجربتك بهي المجموعة واسمها الكبير يلي عم يندرج تحته عدد كبير من الشباب والصبايا، فشو بتحبي توجهي كلمة لكل الأشخاص، لكل الأمهات، لكل شخص لسه يمكن ما جرب هي الثقافة، ثقافة التطوع العطاء ظروف مختلفة؟ أول شيء أنا بوجه قلت لك الشكر لأمهات الشهداء اللي هن تاج على رأسنا، اللي عم يقدموا وما زالوا عم يقدموا. بوجه وأنا ابني مقاتل في الجيش العربي السوري، فنحن عنا إحساس بهي المسؤولية. يعني أنا وقت بزور أي مكان أو أي مقاتل بالجيش بحسه ابني فعليا، يعني بحس هذا الإحساس. فأنا بوجه الشكر للشباب اللي فعلا أثبتوا خلال السنوات الماضية من العمل أنه هن فعلا شرف وإخلاص. بالنسبة للشباب اللي لسه ما وصلتهم ثقافة العمل التطوعي، بتمنى يعني أنه يكون في عندهم الوقت أنه ياخدوا بعض الأمثلة، أنه أم الشهيد عم أعطيت وما زالت عم تعطي، أم المقاتل زوجة المقاتل عطت وما زالت عم تعطي. يعني حقيقة للأسف يعني هي النسبة كتير قليلة أنه اللي ما وصلتها ثقافة العمل التطوعي أبدا. نحن في بعض الفعاليات في حملة إذا تفيتوا منتفن زلنا على الشارع، فما بتحسي في فرق ما بين المواطن والشاب التطوعي لأنه انخرط مع بعضه. فما بظن أنه هي نسبة كتير قليلة اللي لسه ما وصلت لها بهي الأزمة ثقافة العمل التطوعي، أنه هو واجب وطني بهي الأزمة والهجمة الشرسة على وطننا الغالي. لازم نحن نكون بكل معنى الكلمة حدا معطاء، بكل معنى الكلمة. نعم. بجوز كلمة، بجوز موقف، بجوز أنا إذا ممكن إذا عملت حملة نظافة يكون أديت واجبي. نعم. وأعطيت صورة نحن كرمنا متفوقين فعلا، أبناء مقاتلين وأبناء شهداء حصلوا على تفوق في هذه المرحلة. قديش نحن شعبنا عظيم وأثبتنا للعالم برغم الهجمات الشرسة الشعب السوري قوي بكل ما تحمل هذه الكلمة، وما رح يقدروا علينا لأنه نحن الرب معنا إن شاء الله. أكيد. والنصر بإذن الله بوجوهكم المشرقة وجيشنا اللي نحن فعلا بنرفع رأسنا فيه. أكيد. بالختام نحب نتشكرك، شكرا كثير لك، تحية لكل أعضاء الفريق أكيد، والله يحمي لك ابنك. شكرا كثير لكم، شكرا لقناتكم اللي عم تواكب هذا العمل التطوعي وعم ترفع من معنوياته، وشكرا لجيشنا الباسل اللي لولا نحن ما عنا لا كرامة ولا كان إنه وجود، وشكرا لدماء الشهداء اللي فعلا صارت أرض سورية مقدسة اللي اختلطت بدماء شهدائنا الأبرار. شكرا لك مدام سمسم.